في خطوة تحضيرية للمرحلة المقبلة من الحملة، وقعت صداقة مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة بهدف تعزيز التعاون بين صداقة والمؤسسات ذات الاهتمامات المشتركة. هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم مع جمعية صداقة هي أولاً ترسيخ لنهج العمل التشاركي اللي بنهج المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أنه إحنا في المجلس نؤمن إيمان مطلق أنه أي مؤسسة لوحدها لا تستطيع العمل في أي مجال من المجالات. طبعاً الهدف من هذه الاتفاقية استكمال الاتفاقية وقعت مع وزارة العمل بتاريخ 29/5/2014 وصندوق التشغيل والتدريب، حيث كلف المجلس بمتابعة إنشاء 80 حضانة في المؤسسات والشركات الخاصة بهدف رفع سوية الخدمات المقدمة للأطفال لمن هم دون سن الرابعة من العمر، وأيضا لتشجيع المرأة على الإقبال للعمل في سوق في القطاع الخاص. المجلس رح يكون دوره بدعم هاي المؤسسات فنيا وتجهيز بعض من هذه الحضانات وتدريب الكوادر داخل هاي الحضانات. والفترة هاي الاتفاقية كتير مهمة لأنه بتيجي بمرحلة نحن استكملنا جزء كتير مهم بالتواصل مع المؤسسات اللي بتوظف أكثر من 100 موظفة في 5 قطاعات وفي 5 محافظات، والمجلس بدعمه الفني والتقني لهاي الحضانات إن شاء الله رح يصير في أعداد لحضانات أكبر بالأردن. إلى ذلك اختتمت المرحلة الثانية من حملة صداقة من خلال تكريم الشركات التي باشرت بخطوات فعلية وعملية لإنشاء حضانات مؤسسية لموظفيها، حيث حضر الحفل وزير العمل الدكتور نضال القطامين والسفير الهولندي في عمان إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الرسمية المعنية. وزارة العمل تعاونت مع جمعية الصداقة على أن يكون هنالك دور هام في تفعيل مادة 72 من قانون العمل اللي بتعلق في ضرورة أن يتوفر حضانة في كل مؤسسة فيها أكثر من 20 عاملة، يتوفر لديهم أكثر من 10 أطفال بأعمار 4 سنوات وأقل. نسبة التشغيل في الإناث لا تتجاوز 15% ونسبة منخفضة جدا، فهذا الباب يمكن أن يرفع من هذه النسبة طبعا حتى يكون هنالك للعاملة فرصة أن تأخذ طفلها معها على المؤسسة وتشعر بالرعاية الكاملة المباشرة للطفل، وأيضا توفر جزء من المبالغ المالية المتعلقة في إرساله إلى حضانة أخرى ووجودها في مركز عمل آخر. For us it's very important that we help here in Jordan to take away obstacles for women to participate on the labor market. Daycare centers may be one of them, there are many others. We very strongly believe in gender equality. We very much believe that the talented women of Jordan have a lot to add to this country, to the labor force, to the labor market.